تعالوا نروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم وهي جاهزه عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. يا صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الفريق واصل تدريباته النهاردة بعد مباراة أمس بدون راحة سلبية. تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا والمران بدأ فيه تمام العاشرة صباحا، استعدادا بقى للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري، هتكون أمام فريق سيراميكا كليوباترا الساعة 7 مساء. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق فيما هو قادم. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى. وقبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة حابة طبعا أهنئ ملكات كرة السلة بعد تتويجهم بكأس السوبر، يعني عملوا مباراة كبيرة جدا الحقيقة، قدروا يحسموا المباراة لصالحهم وبكده بقى يكونوا حققوا ثلاثية حتى الآن في هذا الموسم. قدروا يحققوا بطولة كأس السوبر، قدروا أو بطولة منطقة القاهرة ودوري المرتبط. إن شاء الله بقى طبعا بنطمح كمان في مزيد من البطولات هذا الموسم. خلونا بقى نبدأ أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى. وسيدات كرة الطائرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق وادي دجلة، المباراة ضمن منافسات بطولة الدوري، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. وخليني بقى أنوه لجميع مشاهدينا إن المباراة هيتم نقلها مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. كل بقى محبين طبعا النادي الأهلي يا ريت تتابعوا المباراة وتدعموا فتيات كرة الطائرة. طبعا فتيات كرة الطائرة حتى الآن ماشيين بخطى ثابتة في بطولة الدوري، يعني آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق أصحاب الجياد وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3-0، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-12، الشوط الثاني بنتيجة 27-25، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-9. إن شاء الله بقى النهاردة كمان يحققوا سكور كبير ويقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 3-0. كمان بقى استكمالا حديث عن فتيات الذهب، فتيات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، خليني أقول لكم إنه لأول مرة في تاريخ كرة الطائرة المصرية هيقام بطولة كأس السوبر. منافساتها هتكون من يوم 5 يناير حتى 14 يناير، هتقام على ملاعب نادي المقاولون العرب. فتيات طبعا كرة الطائرة بيشاركوا في البطولة، البطولة هتقام من دور واحد بيشارك فيها النادي الأهلي، نادي وادي دجلة، سبورتنج والصيد. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. وخلوني بقى أكلمكم أكتر عن مشاركات النادي الأهلي في البطولة. يوم 5 يناير هيواجهوا فريق وادي دجلة، يوم 6 يناير هيواجهوا نادي الصيد، ويوم 7 يناير هيواجهوا نادي سبورتنج، يوم 13 يناير هيلعبوا نصف النهائي، و14 يناير هيقام النهائي. طبعا بنتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق وان شاء الله بقى يتوج بالبطوله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لرجال كره الطائره. ورجال كره الطائره بيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الثلاث القادم امام فريق سموحه، الثلاث القادم غدا امام فريق سموحه ضمن منافسات بطوله الدوري. ايضا رجال كره الطائره رجال الماسترز عاملين الحقيقه اداء عالي جدا في بطوله الدوري، اخر مباراه ليهم كانت امام فريق ايسترن كومباني وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد. وسيدات كره اليد ايضا عندهم النهارده مباراه مهمه جدا، المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 مساء. المباراه دي مباراه دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، هتكون امام فريق الشمس الساعه 6 مساء. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق سيدات كرة اليد، إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة اليوم، لأن زي ما احنا عارفين يا كريم طبعا مباريات كأس مصر بتكون نوك أوت، فاللي بيفوز هو اللي بيستمر في البطولة. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات كرة اليد. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار النادي الأهلي. ولجنة إنشاء فرع نادي الأهلي بالعالمين بتواصل اجتماعاتها، يعني كانوا قاموا باجتماع أمس مع لجنة المستثمرين القائمة على المشروع عشان بقى يناقشوا ويبحثوا في كافة التفاصيل وشروط التعاقد. يعني النادي الأهلي بقى بيسعى لتحقيق إنجاز جديد، طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في كل خطوة بياخدها. كمان بقى خلونا دلوقتي ننتقل لأخبار اللجان بالنادي الأهلي ولجنة الشباب تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، بتعلن عن إقامة حفل لرأس السنة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. الحفل هيكون يوم الخميس 29/12 الساعة 7 مساء بالتحديد في منطقة الفود كورت. يعني طبعا بقى بيكون أجواء مميزة جدا داخل النادي الأهلي، كل أعضاء النادي الأهلي يعني ياريت طبعا تحضروا الحفل، هيكون في أجواء مميزة. بالمناسبة دي بقى خلوني كمان أهنئ جميع طبعا إخواتنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إن شاء الله بقى تكون سنة مليئة
بالاخبار الساره وعلى صعيد النادي الاهلي تكون مليئه بالانجازات والبطولات. يعني يا كريم دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. جميل كالعاده يا هدى، بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه، جزيل الشكر.